اهلا بحضراتكم من جديد في اخر وقفتنا الحواريه في هذا الصباح. نماذج مشرفه وبطلات في مختلف الالعاب الرياضيه بنلاقيهم، منهم الالعاب الالكترونيه، الالعاب الالكترونيه اللي اصبحت منتشره وكل الشباب دلوقتي تقريبا بيلعبوها. الغريب واللافت للنظر ان البنات متفوقات في هذه اللعبة وبيدخلوا بطولات ويحققوا لمصر ميداليات زي البطلتين اللي معانا النهاردة. ليلى مجدي لاعبة منتخب مصر للألعاب الإلكترونية، صباح الخير يا ليلى. صباح النور. وأسماء رأفت لاعبة منتخب مصر للألعاب الإلكترونية، صباح الخير يا أسماء. صباح النور. نبدأ مع ليلى. ليلى، الألعاب الإلكترونية كلمينا عنها والبطولة اللي انتوا دخلتوا فيها. الألعاب الإلكترونية، هو أنا كنت بلعب كاونتر سترايك تقريبا من وانا عندي 16 سنه. كويس. فبقالي 10 سنين بلعب اصلا. والبطولات دلوقتي بيعملوها كل سنه، وكانوا محتاجين يعني فرق بنات وكده، فطبعا كلموني عشان انا كنت بلعب من زمان وقالوا لي ان انا العب، فقلت ليه واي نوت، يعني فرصه برضو. انت حباها اصلا؟ انا حباها من زمان. وبتلعبي في نادي؟ حاليا لا، بس كنت بلعب في نادي. يعني انت هاويه؟ وبعدين يعني كنت باخد فلوس من الموضوع، ودلوقتي رجعت تاني هاويه يعني. هما بيدخلوا بطوله بيطلبوك المنتخب؟ وبعدين بنخش نلعب، بنتمرن وبنشوف ونحاول نتحسن ونلعب مع بعض وكده. زي اي رياضه؟ زي اي رياضه. في تمارين ولا ساعات معينه في التمارين وتحسنوا مستواك والكلام ده كله. وبعدين نخش بطولات ونشوف بقى لو كسبنا او ما كسبناش. يعني بيحصل برضو ان بيكون في بنلعب ضد تيمز تانيين برضو ممكن يكونوا اقوى مننا او اضعف مننا، او يعني في كمان اللي هي الموضوع المنتل شويه، اللي هو برضو على حسب الشخصيه. لو لازم برضو وهنا بنلعب في البطولات نكون هاديين اكتر، عشان ده برضو بيتوتر الموضوع. بيتوتر طبعاً. بيكون في توتر وكده، بس الحمد لله. العامل النفسي شيء مهم. برضو. اسماء، قصتك ايه مع الالعاب الالكترونيه؟ قصتي ايه مع الالعاب الالكترونيه؟ اوكي، هي الالعاب الالكترونيه حاجه بعملها من زمان قوي وانا صغيره، وهي اوريدي كانت موجوده من زمان قوي، بس مؤخرا بدات انها تنتشر، بدا ان الدور يتسلط عليها. صحيح. بدا ان هم يعتبروها زي اي لعبه رياضيه موجوده زي الالعاب في الاولمبياد، بدا ان يتعمل لها بطولات، بدا يشوفوا مين الناس الشاطره في الالعاب ديت، فبقوا بيطلبوهم، بقوا بيلعبوا باسامي نوادي كبيره جدا، بقى في بطوله كاس العالم للانديه. الموضوع بدا يتطور، واعتقد كمان السنه الجايه هيبقى فيها اولمبيات للالعاب الالكترونيه. فالالعاب الالكترونيه بقت جزء من حياتي، يعني اللي هو كنت زمان بلعبها فور فن، وحاليا بقيت اللي هو لعيبه زي ما بيقول لعيبه محترفه فيها. زي ايه الالعاب الالكترونيه؟ الالعاب الالكترونيه زي مثلا انا عن نفسي بلعب موبايل ليجندز، في العاب زي ببجي، في زي كاونتر سترايك اللي ليلى بتلعبها، في العاب كتير جدا يعني، وفي كل فتره اصلا في لعبه جديده بتطلع، ف يعني هي دايما في تطور. فبتتدربي عليها كتير قوي؟ طبعا بيبقى في تدريبات على حسب النادي اللي انت بتلعب فيه. منتخب مصر برضو احنا كان يعني حصل لنا فتره تدريب قبل البطوله، عشان الحمد لله كسبناها في افريقيا يعني مركز اول، فالموضوع بدا يعني يتحسن. كل بتلعبي في نادي ولا هاويه برضو زي ليلى؟ بلعب في نادي فالكونز، هو نادي سعودي يعني. كويس. ده له فرع في مصر؟ لا، هو مركزه في السعوديه، بس هو يعني حاليا او يعني يعتبر ان هو من اشهر النوادي على مستوى العالم يعني في الالعاب الالكترونيه وكده. ليلى، ممكن تنتمي لنادي في الالعاب الالكترونيه في دوله وانت موجوده في دوله تانية؟ ممكن. ازاي بتعملوها؟ ازاي والتدريبات ازاي؟ هو بيكون كله اونلاين. اونلاين؟ كل حاجه بيكون اونلاين، يعني اللي هو انا ممكن قاعده في البيت وبلعب عادي في كذا فريق، كمان ممكن العب في كذا العاب كمان، يعني في ناس كده. وحتى بيعملوا مثلا فيديوهات وهم قاعدين على البيت، يعني كل حاجه ممكن يتعمل اونلاين. بس يعني انا في حالتي مثلا محتاجه كمبيوتر ونت بس كده، في ناس محتاجين موبايل. انا اكتشفت دلوقتي من كلامكم ان في تخصص. يعني مش كل الالعاب الالكترونيه انتوا بتلعبوها، في تخصص بتلعبي لعبه معينه. بتختاريها ازاي؟
يعني من وانا صغيره كنت بقى كونتر سترايك، فكده ليه لسه لحد دلوقتي بقى كونتر طب سترايك اللعبه دي يعني. ممكن تطر عليها بعض التعديلات، اكيد انت بتطوري نفسك، ولكن ممكن في العاب تانية بتستهويك تروحي ليها ولا ايه؟ ممكن لو حبيتها يعني، غير كده مش هخشها يعني. في مثلا ليج اوف ليجندز انا ممكن العبها حاجه فور فن خالص يعني، اللي هو بس هل هكون محترفه فيه؟ لا يعني، انا بحب كاونتر سترايك وهفضل هلعب فيه، هلعب في اللعبه دي. أسماء كلمين عن البطولة، دخلتوها إزاي؟ البطولة أول حاجة دي أول لتحد بطولة إفريقية لمصر في الألعاب الإلكترونية. هي مش أول بطولة، حصل قبل كده بطولة بس دي كانت أول بطولة هتاخدوا فيها يعني. ميداليات. لا بطولة 2000 دخلنا ميداليات، بس دي بالنسبة لي كانت أول بطولة فيها موبايل ليجندز للنساء يعني. فدي كانت أول مرة بالنسبة لي يعني. إزاي رحتي؟ اتأهلت إزاي؟ الاتحاد أول حاجة حصل تصفيات، الاتحاد شاف أحسن بلايرز في اللعبة ديت، وبعد كده كونوا فريق، حصل تدريبات يعني وتصفيات اونلاين برضو في الاول على مستوى افريقيا، اتاهل منها 4 دول بس، والاربع دول دول راحوا يلعبوا بقى في المغرب يعني بس، والحمد لله كسبنا هناك يعني. كنت بتلعب مين من المنافس الدولة كان اللي كانت بتلعبك؟ تونس، تونس والمغرب دول اللي احنا لعبنا قصادهم يعني. كان في برضو ساوث افريقا تقريبا، بس يعني الحمد لله احنا اللي اتاهلنا يعني في الاخر يعني. احنا خدنا وبعدين مركز اول بس، كسبته؟ كسبنا واحنا كده اتأهلنا لبطولة العالم بقى بإذن الله ده يعني. امتى وفين؟ هتكون في السعودية في شهر 11 بإذن الله. لعبتك بقى، أي إن شاء انت الله هناك بقى على طول هجيب لكم الكأس العالم بإذن ان الله. شاء الله. ليلى اتأهلت ازاي للبطولة؟ اتأهلت ازاي؟ هما في او الأول اختاروك ازاي؟ يعني اختاروني، كانوا بيشوفوا برضو ايه احسن بلايرز يعني، زيها احسن بلايرز في البنات في الكاونتر سترايك، و قالوا لنا ان احنا لازم نلعب ضد كذا فريق قبل ما نتأهل للمغرب، فلعبنا ضد كذا فريق وكسبنا، وبعدين سافرنا المغرب بس جبنا المركز الثالث. مين اللي كان قدامك المنافسين من دول ايه؟ تونس، ساوث افريقيا والمغرب برضو. هل شمال افريقيا اسماء متفوقين عننا في اللعبه دي في الالعاب دي؟ شمال افريقيا لا، في لعبتي انا يعتبر مصر احسن يعني دوله مصر. على مستوى افريقيا فيها. في بس كل الالعاب؟ لا لا اكيد مش في كل الالعاب، بس يعني ستيل مصر مستواها مستوى عالي جدا في افريقيا يعني، دايما اي بطوله الحمد لله بناخد مراكز دايما يعني. بس برضو الدول التانية برضو كويسين، مستواهم كويس وبيتطوروا كل ماده يعني. بتطوري نفسك ازاي يا ليلى؟ بطور نفسي ازاي في اللعبة دي؟ في اللعبة بتاعتي لازم مثلا هل فيها دراسة مثلا؟ دراسة ولا هو كله تمارين وألعاب؟ هو ميلي يعني اسمه ده تمارين، ميلي في شوية دراسة على الموضوع بس ميلي التمارين، لازم اللي هو كل يوم ألعب على الأقل كان 4 ساعات في اليوم أو حاجة. في ناس بيلعبوا أكتر، في ناس بيلعبوا على الأقل، على حسب طبعا يومهم، بس أنا عشان لسه يعني هو هواية فاللي هو بلعبه كده فور فن يعني، بس اللي هو أكون متأكدة إن أنا مستواي بيتحسن. العقلية المصرية دايما بتاعتنا بطل لعب وذاكر، بطل لعب والتفت لمستقبلك، كانوا بيقولوا لك كده في البيت؟ يعني دايما كانوا يقولوا لك العبي بقى عشان لما عرفوا ان انا سافرت المغرب وكده قالوا لا كملي لعب عادي. وتاني حاجه حتى وقت الدراسه كنت بلعب برضو واتخرجت فعادي مش مشكله الموضوع يعني. اثر على دراستك؟ لا دراستك مرتبطه بالالعاب الالكترونيه؟ لا خالص خالص. مفيش دراسه اثرت على اللعب بتاعك او ممارسه الرياضه دي، او ممارسه الرياضه دي اثرت على الدراسه؟ هو الدراسة اللي أثرت عليا يعني. أثرت إزاي؟ عشان كنت لازم أذاكر شوية يعني، كنت عشان بس برضو أعرف أنجح، أعرف أجيب درجة حلوة، بس غير كده لأ. بس كنت برضو بعرف ألعب كل يوم يعني، مش اللي هو مش لدرجة إن أنا مش هعرف ألعب خالص عادي، كنت بعمل بالانس ما بين الاتنين. أنت ممكن عشان نص مصري ونص روسي فالعقلية الأجنبية ممكن تقول لك لا العبي وتتفوقي في الموضوع ده أكتر. العقلية المصرية بتلعبي يبقى هتأثر على المذاكرة بتاعتك وانت لسه بتدرسي تقريبا، تدرسي في ايه؟ وهل الرياضة لسه مأثرة عليكي او أثرت عليكي؟ الرياضة دي بالذات؟ اوكي انا بدرس هندسة، هندسة جامعة الزقازيق. هل هي أثرت عليا؟ لا، لأن أنا بحاول أعمل دايما بالانس بينها وبين الدراسة. طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية، بس طول ما أنت قاعدة بتلعبي مش دايما يعني، هو بيبقى فيه أوقات محددة للبراكتس واوقات محدده برضو للمذاكره يعني، فانا بحاول ان انا ما اقصرش يعني كل ناحيه يعني ادي لها حقها.
بس فستيل عشان اعمل حاجه اللي انا بحبها يعني. طيب والاسره في البيت قالوا لك ايه ولا شجعوك؟ هم بصراحه شجعوني جدا يعني، اللي هم عارفين انا غاويه الحاجات دي من زمان، فهم عارفيني واثقين فيا يعني شويه، فهم يعني عارفين ان انا غاويه الحاجات ديت، فشجعوني دايما بصراحه، يعني هم حتى كانوا بيساعدوني ان انا احاول انظم وقتي يعني. بس ليلى، البطولات اللي في مصر ايه في الالعاب الالكترونيه؟ البطولات اللي في مصر يعني، هو انا فاكره يعني هي ربما مش كتير اللي يعرف ان الالعاب الالكترونيه ليها اتحاد وليها انديه وممكن ادخل بطولات، وده عايز انتشار اكبر. فالعقليه او الغالبيه العظمى ما يعرفوش ده. دي حقيقه. انا كنت اول بطوله ليا انا لعبتها وانا كان عندي 17 سنه، كنت لسه في مدرسه اصلا. كويس. ما كانش في ناس كتير يعرفوا عن البطوله، بس عاده بيقولوا اخبار عن اي بطوله على النت، ساعتها كان على الفيسبوك، فهو لسه كل حاجه يعني اونلاين يعني بينتشرها اونلاين، بس ستيل برضو في ناس ما كانوش عارفين يعني، اهل ما كانوش عارفين خالص ان في حاجه اسمه اي سبورتس وفي بطولات وممكن نكسب فلوس، وهم في يعني استغربوا يعني في الاول، بس مع الوقت بقوا اللي هو كملي لعب يعني. الحمد لله كملتي. اسماء البطولات والالعاب اللي في مصر اللي ممكن الناس تعرف بيها ومش هم مش عارفين بيها ايه هي؟ ايه يعني الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه ايه البطولات اللي بينظمها علشان يجذب اكبر عدد من اللاعبين او المشجعين؟ هي البطولات ديت الاتحاد المصري نفسه مش هو اللي بينظمها يعني، هي بتكون بره يعني بره مصر اصلا يعني، بتبقى بطوله على مستوى العالم، بس الاتحاد المصري هو اللي بينظم الحاجات الداخليه، بينظم الفريق، بينظم التدريبات، بينظم ان احنا نبقى في احسن مستوى ان احنا نقدر نعمل حاجه بره يعني. في بطولات اصلا بتكون بره الاتحاد او بره يعني المنتخب نفسه، بتبقى على حسب النوادي يعني، انت لو بتلعب في نادي حتى لو بره مصر تقدر تنضم للبطوله ديت بس باسم النادي ده بس، وده فعليا اللي بيحصل يعني، زي ما حصلت قبل كده بطوله العالم، كاس العالم في السعوديه برضو كانت في شهر 8، كان منافسه يعني على نوادي العالم كله. انت داخله بطوله العالم المقبله في السعوديه؟ انا دخلتها السنه دي اصلا. يعني هتبقى في شهر كام؟ السنه دي هي كانت في شهر 8. لا البطوله اللي انت لعبتيها في افريقيا دي، ايه البطوله اللي جايه؟ البطوله الجايه هتكون في شهر 11 باذن الله. فين؟ في السعوديه برضو. البطوله الجايه اللي ليكي ايه يا ليلى؟ لا معرفش لسه معرفش. ان شاء الله تدخلي بطولات ثانيه. انا عايز اكمل معاكم بس علشان وقتنا خلص. فانا بشكركم طبعا يعني شكرا جزيلا، نماذج مشرفه، وان شاء الله بعد الحلقه تعلموني الالعاب الالكترونيه نقعد مع بعض. كان معانا اللاعبه مصر للالعاب الالكترونيه ليلى مجدي، وايضا بشكر اسماء رافت لاعبه منتخب مصر للالعاب الالكترونيه، شرفتوني ونورتيني. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا في هذا الصباح، غدا باذن الله حلقه جديده وفقرات اخرى ومتنوعه. شكرا لطيب المتابعه.